على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير دهاد، جددت مؤسسة نور دبي الخيرية اتفاقية التعاون المشترك بينها وبين شرطة دبي، والتي تهدف للمساهمة في دعم وعلاج الإعاقات البصرية في مختلف دول العالم، إيمانا من شرطة دبي بواجبها الإنساني تجاه المحتاجين أينما كانوا ودعمهم بكافة الطرق والوسائل. الزميل محمد الخطيب معه تفاصيل هذا الخبر. أنا أقول يعني ما قيمة الإنسان إذا كان هذا الإنسان أبدا ما يفكر إلا في نفسه، ولا يعني يسهم في دعم الآخرين، ولا إذا تأزمت ناس واحتاجت يعني ما يقدم قدر ما تستطيع. مبدأ جميل غرسه قادة الإمارات العربية المتحدة في قلوب أبنائهم، فقيمة الإنسان بأفعاله لا بأقواله. ذلك النهج سارت عليه شرطة دبي بمئات المساهمات الخيرية التي تقدمها لأفراد المجتمع، والتي كان آخرها هذا المبلغ الذي يأتي ضمن اتفاقية وقعتها مع مؤسسة نور دبي الخيرية على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد، لدعم نور دبي على 4 مراحل، من أجل أن تبقى يد المؤسسة قوية دوما في تقديم العلاج لمن يعاني من مشاكل في بصره. هذا المشروع مشروع إنساني، ويعني ينبغي علينا كمؤسسة كرجال أمن أن نسهم في مثل هذا المشروع الخيري والمشروع الإنساني. شرطة دبي دائما كان يعني لها مبادرات ولها مساهمات، ليس فقط في هذا المشروع، ولكن في مشاريع المعاقين، في مشاريع يعني ذات صلة بالموهوبين وإلى آخره. فكل يعني تقريبا جمعيات الجمعيات ذات النفع العام أو المشاريع التي تهدف لخدمة عامة شرطة دبي لها إسهام فيها. ومنذ تأسيسها حققت مؤسسة نور دبي الخيرية المتخصصة في علاج حالات العمى وضعف البصر نتائج كبيرة وملموسة، فقد تمكنت من تقديم العلاج لأكثر من 6 ملايين شخص من مختلف دول العالم، معتمدة على تقليل نفقات العمليات عبر انتقالها للتجمعات السكانية وتقديم العلاج بين المحتاجين والمرضى. فقد تصل تكلفة العملية لشخص لم يرى النور في حياته أبدا إلى 8 دولارات فقط، مبلغ بسيط يضاهي ثمن فنجان قهوة، لكنه هم ثقيل على كاهل المحتاجين. النتائج تتحدث عن نفسها، أكثر من 6 ملايين و200 ألف نسمة استفادوا من برامج هذه، فالدعم الحمد لله موجود يعني، ولكن هي طبعا زيادة الدعم يؤدي إلى زيادة النتائج. نحن ما نقول لا والله ما يحتاج دعم زيادة، أكيد كل ما توفر دعم أكثر كانت هناك إن شاء الله نتائج أكثر وإمكانية أن نطور العمل بشكل أكبر وأكبر إن شاء الله يعني. بالفعل إذا توفر الدعم اللازم هان كل شيء، والكرة الآن في ملعب الباحثين عن دروب الخير، فهناك 10 المؤسسات الخيرية في الدولة المشرعة أبوابها ليل نهار بغية تشجيع الناس على تطهير أموالهم بالصدقات. الناس اللي عندها خير والحمد لله رب العالمين قادرين، حتى نحن ما نقول لهم تعالوا دفعوا مليون ومليونين وثلاثة، لو شيء بسيط جدا ينحط في، أنا ما أقول الهلال الأحمر، أنا أقول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللي هي فيها يعني ترانسبيرنسي، فيها وضوح في أنها توصل المساعدات للناس المستحقينها، فهاي تحسب لهم. ولله الحمد أننا نملك مؤسسات خيرية جديرة بالثقة والأمانة الملقاة على عاتقهم، فلا تقتصر جهودها على تقديم الغذاء والدواء والكساء فقط، بل تطور مفهوم العمل الخيري لديها حتى وصل للصحة والتعليم وغيرها من طرق الخير الأخرى التي لا يدخر معها القائمون على المؤسسات الخيرية وقتا ولا مالا ولا جهدا من أجل إغاثة المحتاجين أينما كانوا.